واصلت وزارة الداخلية الاهتمام بمنظومة حقوق الإنسان في استراتيجياتها الأمنية، وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. كما يتم العمل على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضرية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. للمزيد نتابع هذا التقرير. تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان، التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية. وفي خلال شهرين تم الإفراج عن عدد 3763 نزيلاً تحت شرط وعفو رئاسي، نقل عدد 408 نزيل إلى مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم، تنفيذ عدد 99,073 زيارة، إتاحة مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 20,003 كتاب. مشاركة عدد 3046 نزيلاً في الهوايات المختلفة. وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، تم إيفاد قوافل طبية لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وتوقيع الكشف الطبي على 12,863 نزيلاً، وصرف العلاج اللازم لهم بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على العيادات المختلفة بمراكز الإصلاح والتأهيل 24,427 حالة، وعرض 5,101 نزيل على مستشفيات خارجية، إجراء عدد 219 عملية جراحية بمستشفيات قطاع الحماية المجتمعية، عرض 112 نزيلاً على اللجان المختصة للنظر في مدى استحقاقهم للإفراج الصحي، استمرار تطعيم كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا. كما قامت الوزارة بتنظيم عدد من الندوات والزيارات لعدد من السفراء والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية وممثلي بعض المنظمات الدولية. وأشاد الضيوف بتجربة الوزارة في إنشاء مركزي الإصلاح والتأهيل بدر ووادي النطرون وفقاً لأحدث المعايير الدولية في مجال التنفيذ العقابي. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان، التي تستهدف تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. اطلع قطاع الوثائق بإنهاء إجراءات 1325 طلب استخراج وتحديث للأوراق الثبوتية لعدد من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن بعيدة عن الزحام. قيام قطاع الأحوال المدنية بإفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات للمواطنين ب14 محافظة على مستوى الجمهورية. تم من خلالها إصدار 76,628 بطاقة رقم قومي و 123,994 مصدرات مختلفة. إفاد وفد من الوزارة لعدد من دور رعاية الأيتام والمعاقين وعدد من المستشفيات بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتقديم المساعدات العينية للنزلاء المتواجدين بها وتوقيع الكشف الطبي على بعضهم وصرف العلاج اللازم لهم.